تبدأ الحكاية مع أوريو كاميهاتي الذي قرر أن يتبع حلمه بدل أن يبقى في حياتها التعيسة، وقرر أن يلتحق بكلية الطب، لكن بسبب ظروفها المادية الصعبة لم يستطع أن يوفر المال الكافي لشقة، لهذا كان عليه أن يذهب لأحد الأضرحة وهناك سوف يعمل ويعيش أثناء دراسته طول المدة التي سوف يدرس فيها. لكن حياته سوف تنقلب رأسا على عقب عندما يعلم أنه من الآن فصاعدا سوف يعيش مع 3 بنات، وعليه أن يتزوج واحدة منهم ويتولى أمور المعبد، والمشكلة أن البنات نشيطات أكثر من اللازم. السلام عليكم ومرحبا بكم في ملخص جديد، ملخص أنمي أماغامي سان شينو أونو موسوبي. اسم الأنمي الكامل سوف تجدونه في أول تعليق وكذلك في الوصف الخاص بالمقطع، وسوف تجدون القناة الثانية التي سوف نضع فيها بعض الأنميات التي سوف تكون شبيهة بهذا الأنمي. لكن بدل أن ننزل 6 ملخصات في الأسبوع على هذه القناة، سوف ننزل 3 في كل قناة، ورابط التليجرام هناك سوف أنزل الحلقات لمن يريد أن يشاهدها بدون ترخيص. وبدون إطالة عليكم، خلوا لايك للمقطع والاشتراك في القناة لتتوصلوا بكل الملخصات القادمة، وأهم شيء صلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات والسلام. ويلا بينا. أوريو وصل للمعبد الذي سوف يقضي فيها الكثير من سنوات عمره. الناس عندما كانوا يرونه ذاهب إلى المعبد وهو يحمل الكتب الخاصة بالطب ويقرأ، كانوا يظنون أنه ذاهب ليطلب الله لكي ينجح، لكن هو كان يقول أنه لا يؤمن بهذه الأشياء، فهو يؤمن بقدراته وأنه إذا أراد أن يفعل شيء سوف يفعله بدون مساعدة أي شيء. لهذا ذهب إلى ذلك المنزل الصغير الذي كان بجانب المعبد، دخل وقدم نفسه، لكن كان يبدو أن المكان فارغ، لهذا دخل وبدأ يكتشف المكان، وكان يقول أنه من المفترض أن يكون هناك كاهن عجوز في هذا المكان، لكن هو لم يجد أي شخص، وقادها الفضول للبحث في الداخل. بعدها سمع صوت غريب، وكان صوت فتيات وكانوا يغيرون ملابسهم، وهو كان قريب من فتح الباب عليهم، لكن توقف في اللحظة الأخيرة. لكن المصيبة أنه بدل أن يدخل هو هم خرجوا، وذلك الأمر صدمه حتى أنه سقط على الأرض بدون أن يلمسه أي أحد. حتى البنات شعروا بالصدمة وهم ينظرون للشاب الذي لا يجب أن يكون في هذا المكان أبدا. هو من شدة الصدمة بدأ ينزف من أنفه، وهم بدون أن يقدموا لها المساعدة أغلقوا الباب، وهو قال مع نفسه أنه سوف يتظاهر بأنه لم يرى أي شيء. هم بعدها ارتدوا ملابسهم وخرجوا وصرخوا عليه وقالوا له أنه لا يجب أن يتوقع بأن يفلح هذا الأمر معهم. ونعتتها البنت بالكافر حتى أنهم رسوا عليها الملح لأنهم كانوا يريدون أن يطهروه، لكنهم كانوا يفهمون الأمر بشكل خاطئ، لهذا قرروا أن يشغلوا عقولهم وذهبوا للحوار، وهو شرح لهم أنه سوف يعيش في هذا المعبد بدءا من اليوم واسمه أوريو كاميهاتي وهو سعيد بلقائهم، لكن هم لا زالوا ينعتونه بمختلس النظر المنحرف. هو قال لهم أنه لم يقصد ذلك واعتذر منهم، لكن هذا الأمر كان صعب عليهم، أو لنقل أن الأمر كان صعب على البنت صاحبة الشعر الأحمر، لأن البنتين الأخرتين لم يظهروا أي ردة فعل. بعدها هو سألهم عن الكاهن ليقولوا له أنه سوف يعود غدا. بعدها البنت صاحبة الشعر الأسود قالت له أنه هو الآن في السنة الثانية، وهذا يعني أنها مثل أختها الكبرى، لهذا يمكنها الاعتماد عليها إذا احتاج أي شيء. بعدها أصهي قالت له أنها البنت الصغرى، لهذا تتوقع منه أن يعاملها كما يعامل أختها الصغرى، فهم سوف يصبحون عائلة. ليقول لها هو أنه مجرد عالة عليهم، لكن البنتان إياي وأصهي قالوا بأنه من الآن فصاعدا سوف يصبح من عائلتهم. لكن يونا لديها رأي آخر، فهي قالت بأنها لن تعتبره من العائلة أبدا لأنها كانت معارضة لبقاء رجل معهم من البداية. ليرد عليها هو أن هذا سيسهل الأمر عليه كثيرا، فهو سوف يقيم في هذا المكان فقط، لذا هو لم يأتي إلى هنا لكي يتظاهر بأنه جزء من العائلة. كل ما يحتاجه هو مكان يمكنها الدراسة فيه بهدوء. لترد عليه يونا وقالت له أنها سوف تمنحه فرصة، وإذا أراد أن يأكل أثناء إقامته في هذا المعبد فعليه أن يحسن السلوك. بعدها أخذه إلى الغرفة الخاصة به، وكان متفاجئ من أنه سوف يمتلك غرفة لوحده، والغرفة كانت كبيرة. بعدها إياي قالت له أنه نظفت الغرفة، لكن عندما فتحت الدولاب كان ممتلئ على الآخر بالأشياء التي لا ضرورة منها، وغالبا هي قامت بجمع كل شيء في الغرفة ووضعته هناك، لهذا هي حاولت أن تخرج الفراش الخاص به، لكن كل شيء في ذلك الدولاب كان سوف يسقط عليها، لهذا هو تدخل، لكن تدخله كان متأخر فهي سقطت على الأرض، والمشكلة أنها أسقطته معها. يونا عندما سمعت الصراخ دخلت، والشيء الذي رأته كان صدمة بالنسبة لها، وصراحة من الصعب أن تفهم ذلك بنية صافية، لهذا اعتبرته وحش،
كانت تظن أنه يستغل الفرص، لكنهم حاولوا أن يصرحوا لها الوضع. بعدها هو جهز غرفته وجلس لكي يدرس، وأصهي قاطعته وقالت له أنه يدرس بجد، لكن هي رأت بأنه يجب أن يتعرفوا على بعض، لهذا جاءت لرؤيته. لكن هو رد عليها رد قاسي وقال لها أنه يدرس ولا وقت لديه لهذا الأمر. هي نظرت له نظرة مخيفة وقالت له ألا تريد فتاة جميلة مثلي أن تقترب منك؟ حتى أنها بدأت تبحث في حقيبته وقالت له أنه بما أنه رجل فلابد من أن لديه مجلة خاصة بالحمقى، تعرفون الأشياء فوق 18 سنة. وبدأت تخرج الملابس من حقيبته وهو عصب وقرر أنه سوف يخرجها من الغرفة، لكن عندما نهض تزحلق بسبب الملابس التي رمتها على الأرض وسقط، وأنتم تعرفون ما الذي سوف يحصل. حتى هي سقطت معه، ويونا دائما جالسة أمام الباب تنتظر فقط أن تسمع صوت السقوط لتدخل، ودخلت مرة أخرى ورأت شيء لم يعجبها، انفجرت عليه مرة أخرى. بعدها هو عاد لدراسته، لكن بعد مدة قرر أنه سوف يذهب ليغسل وجهه لأن الوقت قد تأخر، لكن وجد أن هناك ضوء في أحد الغرف، وكان يظن أن أحدهم لا زال مستيقظ. وعندما دخل وجد أن يونا نائمة، لكن هي لم تطفئ الأضواء، لهذا هو وبنية طيبة قرر أنه سوف يقوم بتغطيتها لكي لا تصاب بنزلة برد، لكن هي استيقظت أثناء ذلك وكانت تظن أنه يستهدفها أيضا، لهذا أحدثت ضجة كبيرة وبدأت تضربه برجلها. وعندما جاءت أصهي وإياي وجدوهم في حالة محرجة جدا، وهم اعتذروا لأنهم قاطعوهم، لكن هو نهض وكان يقول لهم أنهم فهموا الأمر بشكل خاطئ، لقد أساءوا فهمه، لهذا جلسوا لكي يشرح لهم. بعدها سأل يونا عما كانت تفعله في هذا الوقت المتأخر من الليل، لتقول له أنها كانت تصنع التمائم الأوماموري وهي تقوم بتفريقها على الأشخاص الذي يأتون للمعبد. ليسألها هو لماذا تفعل هذا الأمر الذي لا يعود عليها بأي نفع ماليا. ليتفقوا ثلاثتهم وقالوا أنهم يقومون بربط الآلهة بالأشخاص الذين يأتون لطلبهم، فذلك هو عملهم كعدروات المعبد، وذلك كي تحرسهم الآلهة قدر المستطاع ولكي تتحقق المعجزات. وهو لاحظ أنهم يحملون خيوط حمراء في أيديهم وسألهم هل كلهم يرتدون هذه الخيوط، ليصرحوا له أن تلك الخيوط هي أشياء تركتها لهم والدتهم، وهذا يعني أن والدتهم ماتت، لكن مشاعرهم تربطهم بوالدتهم وهم يعتبرون تلك الخيوط كنوز لهم. بعدها هم سألوه ما الذي كان يفعله هو في هذا الوقت المتأخر، ليقول لهم أنه كان يدرس. هم تفاجأوا لأنه يدرس بجد وسألوه هل هذا كل ما في الأمر، ليقول لهم هو أنه يحاول الالتحاق بمدرسة كيوتو للطب، لترد عليه يونا أنها كانت تظن أنه مجرد مريب منحرف انطوائي، لكن يبدو أن لديه هدف كبير، ليقول لها هو أنه لا يجب عليها أن تنعته بالمنحرف الانطوائي، لكن هي ابتسمت وقالت له أن هذا المكان هو المكان المناسب له، لأنه يقال أن بعض الآلهة في المعبد تحب من يبحثون عن النجاح، لهذا سوف تهب له النجاح في الامتحانات، وهذه الفترة من العام هي التي قد تحقق فيها المعجزات، لأنه وقت الانهمار النجوم السحرية. وهو كان يظن أن هذا عنوان كتاب للأطفال، لكن هي صرحت له أنه بحسب الأسطورة القديمة أنه في الليالي الربيعية عندما تنهمر النجوم في السماء، فإذا تمنى أحدهم أمنية فإن أمنيته سوف تحقق، لكن هو فاجأهم برده لأنه يعتبر هذه الأمور مجرد هراء لا غير، وقال أنه لا يحدث في هذه الفترة من العام سوى انهمار نيزكي على نطاق ضيق، وهي عبارة عن نيازك تحترق في الغلاف الجوي قبل أن تصل للأرض، وحتى لو سقط النيزك فإن التأثير الناجم عن سقوطه سوف يقتلك فورا، وفي حالة سقط بالقرب منك هذا يعني أنهم لن يجدوا شيئا منك، لهذا هو لا يصدق كيف يمكن للناس أن تصدق هذه الأمور لأنه شيء غير علمي وسخيف، لكن هي في تلك اللحظة تأكدت أنه كافر وقالت أنها سوف تلقي لعنة عليه لكي ينزف من أنفه للأبد، لكن أخواتها قاموا بتهدئتها. وفي الغد هو تفاجأ من كمية الناس التي جاءت للمعبد، وكان يقول أن البنات لا يفعلون أي شيء، وكما قالوا عملهم هو ربط الناس مع الآلهة، لهذا محال أن يتخيل نفسه كاهنا. ويونا كانت تفرق تلك التمائم التي صنعتها وهو ساعدها في ذلك، لكن أحد الزوار كان أجنبي ولم تكن تعرف كيف تتحدث معه وهو ساعدها في ذلك، وقال لها أن المعبد يستقطب الكثير من السياح، لهذا إذا أرادت أن تعمل بشكل جيد فيجدر بها تحسين لغتها الإنجليزية. لكن بشكل مفاجئ هبت رياح قوية وأحد الطيور أخذ الخيط الأحمر الخاص بيونا، وهم بحثوا كثيرا على ذلك الطائر لكن لم يجدوه،
وهي كانت حزينة جدا لأنها فقدت آخر شيء تبقى لها من والدتها، وإخواتها حاولوا أن يخففوا عليها وقالوا أن الآلهة معهم، لهذا سوف يرشدونها وسوف يستعيدون ذلك الخيط. لكن هو تدخل في حوارهم وقال لهم: هل تتوقعون من الآلهة أن تساعدكم فقط؟ كيف يمكنكم أن تكونوا هادئين هكذا بعد أن فقدتوا شيء مهم جدا في نظركم؟ فليست الآلهة التي تحقق المعجزات، بل هم عليهم أن يحققوا ذلك. لكن يونا قالت له بأنهم مخطئ، فالآلهة لن تتخلى عن أولئك الذين يصلون لهم طلبا للعون، بالإضافة إلى أنه لم يمر وقت طويل منذ مجيئه، فهو لا ينتمي لهذا المكان. بعدها هو ذهب لغرفته وكان يقول أن هذا الأمر جيد، فمن الأفضل ألا يكونوا بجانب بعضهم البعض إطلاقا. لكن فجأة غير قراره وخرج بسرعة، وعندما جاءت إياي وأصهي لم يجدوه في غرفته. أصهي ذهبت بسرعة لتبحث في حقيبته عن تلك المجلة السيئة، لكن إياي لاحظت الصورة التي كان يضعها على مكتبه، وهي صورة له ولوالدته. والكاهن كان قد أخبرها بقصة أوريو وأن والدته ماتت عندما كان صغير وتربى في الميتم، لهذا هم يفهمون سبب عدم إيمانه بالآلهة والأمنيات، لأنه غالبا كان يدعو الآلهة كل يوم. لكن عندما ماتت والدته تغير رأيه لأنه صاحب أمنية لم تتحقق. وفي تلك الأثناء كان يبحث عن ذلك الطائر، وكان الأمر شاق كثيرا في تلك الأثناء، حتى يونا كانت تبحث عن ذلك الطائر، وفجأة مرت بجانبه ولاحظت أنه كان يدعو للآلهة وكان يقول أنه يطلب منهم أن يساعدوا يونا في أن تجد ذلك الشيء الذي هي تعزه كثيرا. هي في تلك اللحظة لم تصدق عينيها ولا أذنها، لكنها كانت سعيدة جدا. بعدها ذهبت إلى جانبه وقالت له أن قول من يتمناه بصوت عالي هو تمرين جيد ويسهل على الآلهة سماع أمنيته التي يقولها. هو اعتذر منها عندما رآها على الكلام القاسي الذي قال لها، وهي أيضا اعتذرت منه، ولاحظت أنه مليء بالكدمات، وواضح أنه كان يبحث عن ذلك الخيط الخاص بها منذ مدة طويلة. بعدها قالت له أن هذا أمر جيد، فهو يحترم الآلهة قليلا على الأقل، لهذا هي تعتقد أنه استوفى شروط الإقامة في هذا المعبد بصعوبة بالغة. هو شكرها على ذلك. بعدها وصلت إياي وأصهي وكانوا قلقين عليهم. بعد ذلك قرروا أنهم سوف يعودون للمنزل، لكن هو كان يريد أن يبحث أكثر، فهم لم يجدوا الخيط الشعر الخاص بيونا بعد، لكنهم قالوا له أنه يمكنهم البحث غدا، بالإضافة إلى أنهم قدموا أمنيتهم للآلهة، لهذا سوف تحدث معجزة وسوف يجدونه. بعد ذلك مباشرة هبت رياح قوية وبدأت زخات الشهب، وكان منظرها رهيب حتى أن أوريو وقف مصدوم أمام جمال المنظر، لأن زخات الشهب اختلطت مع تساقط أوراق الكرز. وهو قال لها أن زخات الشهب وتساقط الكرز لا يدل على أي معجزة قد تحدث، لكن أصهي ردت عليه أن البنات لا تحب الشاب الغير رومانسي. ويونا قالت له حتى لو لم يكن هذا الأمر معجزة، لكن المشهد الذي تراه أمامك الآن هو جميل كالمعجزة. وهو لم يستطع أن يخفي نظرة الإعجاب التي كانت في عينه، لكن الغريب هو أن ذلك الخيط الأحمر كان فوقه مباشرة، وبطريقة سحرية تحرك من مكانه وسقط فوق رأس يونا. كلهم صدموا لأن هذا الأمر معجزة حقا، أن يتحرك ذلك الخيط لوحده ويسقط فوق رأس يونا بالضبط. بعدها عادوا للمعبد ووجدوا أن ذلك الرجل العجوز الذي يدير المعبد قد جاء، وهو قال لأوريو أنه سعيد باستضافته، وحالما يتزوج لن يكون قلق على من سوف يدير المعبد. هذا الأمر صدم أوريو، البنات لم يفهموا ما الذي يعنيه هذا، وسأله سوف أتزوج من؟ ليرد عليها العجوز بالطبع إحدى حفيدات الجميلات. وهذا الأمر كان صدمة للجميع. لتنتهي الحلقة الأولى من الأنمي، أتمنى أن ينال إعجابكم هذا المقطع، ولا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك لنستمر في تنزيل المزيد من الملخصات من هذه النوعية، وملتقانا في